بسم الله الرحمن الرحيم. كالعادة احنا كنشكروا الموقع الشمالي اللي كيواكبنا صراحة منذ تأسيسه، واللي أصبح واحدة من الواجهات الرسمية ديال المؤسسة ديالنا، المؤسسة المتوسطة للتعاون والتنمية. كما كتشوفوا التعايش ديال المؤسسة مع مجموعة من القضايا، تهم البيئة، تهم الشأن العام المحلي، تهم الحكمة، تهم كذلك الجانب الاجتماعي. اليوم حنا كنعيشوا كما شفتوا البارح اللي تعطات الانطلاقة الرسمية للملتقى الوطني الأول للنساء المنتخبات، واللي هذه السنة خدنا على العاتق ديالنا كمؤسسة متوسطية باش يكون الدور المرأة المنتخبة والتغيرات المناخية. الكل سأل البارح في الافتتاح لماذا اختيار هذا الاسم؟ هذا الاسم ما جاش عن عبث، جاء بطلب وملتمس من اكثر من 400 منتخبة على الصعيد الوطني. توصلنا ب 400 طلب، ولكن المدينة لا تستوعب هذا الكم، وقبلنا 192 منتخبة اللي شرفتنا في هذا الملتقى من جميع الاقاليم وعلى راسهم الاقاليم الصحراوية، اللي جاو منا اكثر من 20 منتخبة ومنتخب، وكذلك من الاقاليم الشرقية، اقاليم الاطلس، الحوز، اقاليم كذلك مراكش، تنسيفت، ولماذا لا الاقاليم ديالنا الجهويه. اليوم احنا سعداء، احنا عندنا عرس نسائي بمناسبه اليوم العالمي للمراه. اليوم العالمي للمراه اللي بالنسبه لنا ما كيكونش يوم 8 مارس، بل الانطلاقه ديالو وريحه العظيم والشريف كينطلق من هذه الاسابيع اللي احنا كنخلدوا فيها هذا اليوم، احتراما للمراه والقدرات الكبيره والطاقيه اللي كتحمل المراه كمسيره، المراه كإنسانة، المرأة كأم، المرأة كتلك التي تتكبل الكثير وتعاني الكثير من أجل الوصول إلى تربية الأجيال. اليوم كنقولوا المرأة المنتخبة لها دور كذلك، دور فاش في تنزيل مضامين قمة المناخ، في تنزيل القوانين اللي سيدنا نصره الله أي صاحب الجلالة نصره الله وأيده، واتقى في إطار مجموعة من الملتقيات في كلماته والتي اعتبرت توجيهات لجميع المشاركين باش يجعلوا من هذه القمم العالمية وسيلة من وسائل الدفاع عن المناخ. اليوم بالنسبة للبرنامج اليوم الورشات، أنت كتشوف أخي وصديقي العزيز حمزة بأن الورشات كاملة عمرة. الورشة اللي ما فيها والو فيها أكثر من 50-60 مشاركة. هذا إن كان يدل أول على الجودة الورشات مسيرة بطريقة أكاديمية من طرف الخبير الدولي سعيد الشكري، وكذلك بمصاحبة البرلمانيات اللي هما كيعطيو واحد التصور تشريعي، وكذلك رئيسات ونواب الرئيس واحد مجموعة الجماعات اللي كيعبروا على الإكراهات اللي كيوجهوها على صعيد الجماعات في التدبير، وكذلك في إقحام هذه المنظومة، منظومة البيئة في برنامج العمل. اليوم فعلا سؤال وجيه سيدي حمزة، هاد الورشات شنو الهدف منها؟ اليوم بغينا نخرجوا بميثاق المناخ للنساء المنتخبات، وغادي يكون بادرة منفردة أو بادرة فريدة من نوعها على الصعيد الوطني. اليوم السيدات الفاضلات هم كيوثقوا لنا واحد الميثاق المناخ الذي سوف يكون ورقة المحور الحقيقي في التنمية ديال الجماعات الترابية اللي احنا دابا كنقولوا المنظومة الجديدة للجماعات الترابية. كذلك بغينا نعملوا نداء المضيق، وهذا شيء جميل، نداء المضيق للمرأة، نداء المضيق للصانع التقليدي، نداء المضيق للصناعة الكبرى، نداء المضيق لكل الأوراش التي تكون ملوثة في ذاتها او في محيطها. اليوم بغينا كذلك نمر خطاب الى المؤسسات الدوليه. المغرب ما بقاش كيطلب الدعم، المغرب يتقاسم التجارب، المغرب لا يطالب بدعم او منح. فالبرنامج الحكومي وكذلك التوجيهات الملكيه اصبحت اليوم نموذج يقتضى به على الصعيد العالمي. اليوم احنا مطالبين باش نكونوا كنعملوا الدبلوماسيه الموازيه البيئيه. الدبلوماسيه الموازيه البيئيه حيث ان المغرب اليوم أنتم كتشوفوا الطاقات الجديدة، المغرب أصبح متميز في إفريقيا، رائد في إفريقيا من ناحية الطاقات الشمسية، الطاقات الهوائية. اليوم بغينا كذلك نمر خطاب العالم بأن المغرب له طاقات وطاقات قوية، ألا وهو الطاقات البشرية النسائية. وشكرا سحر. السلام عليكم، كنقدم نفسي لينا بهيج، طالبة جامعية، كنحضر الدكتوراه ديالي في كلية العلوم.
حضرنا هذا الملتقى باللي نظمه سي عبد السلام دامون، وكنظن انه عطى واحد القيمه مضافه خصوصا للنساء المنتخبات، باش برزنا الدور ديال المراه في المجتمع، وخصوصا فيما يتعلق بشونجمون كليماتيك اللي هو واحد لو تيم اللي خصنا كاملين بينا نساهموا فيه، ماشي غير كمرأة والرجل، لأن هذا واحد الحاجة اللي كتمس العالم بأسره، سواء الجنس كان مرأة أو رجل، وخصنا نحاربوها جميعا، وإن شاء الله تكون النتائج مزيانة. شكرا.